السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أخوكم مصطفى من قناة مشروعات صغيرة وتربية الحمام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعل هذا العمل علم ينتفع به في حياتي وبعد مماتي. نبدأ فيديو النهاردة على بركة الله. موضوع فيديو النهاردة: ازاي تصنع زغاطة زغاليل بالسرنجة بنفسك. زغاطة بجنيه زي كده، لها كذا طريقة يا جماعة. ادي واحدة، اتنين، تلاتة. في كمان لو في اي حد اجتهد برضه هيلاقي طرق تانية كمان، في اجتهادات كتير لكن ده المتاح معانا حاليا. دي المبسم السيليكون، كلنا عارفينه بالمبسم السيليكون اللي هي افضل واحده فيهم. طب قبل ما نبدا نشتغل، اعمل لايك علشان الفيديو يوصل لمعظم المشاهدين. طيب احنا دي هنقول لك دي معموله بايه. لو شفنا كده جهاز بتاع المحاليل، الجهاز بتاع المحلول ده، تمام اهو، ده الجهاز. هتيجي تقصص جزء منه وليكن كده، تمام، وبتركبها في السرنجة تبقى بالشكل ده. لكن هقول لحضرتك السرنجات، وانت بتشتري السرنجات وانت بتشتري السرنجة اللي هتعمل منها الزغاطة، ما تشتريش اللي بالسن ده. شوف حضرتك ليه تعذب نفسك وتجيب دي ليه؟ اهو اللي زي دي مفيش داعي انك تجيب دي، لكن تجيب اللي بالسن الكبير زي دي. شوف حضرتك تعرف تركب فيها الخرطوم اي او المبسم السيليكون، تعرف تركب فيها. اما دي معمولة علشان بيتربط فيها السن بالشكل ده، بيتربط فيها، احنا مش عايزين نربط فيها حاجة، ده عشان بلو كده زي الوز كده بيتربط كده، احنا مش محتاجينها للحقن، احنا محتاجينها فقط لان استخدمها للزغاطة، تمام. يبقى تشتري بالسن الطويل ده اول حاجة. بعد كده دي احنا عملنا اللي قلنا عليها، ركبنا دي. في طريقة تانية، ده سلك دش، ده حضرتك سلك دش، تمام. هنيجي ونقص منه بالبنسة الكهرباء، طبعا ده هيبقى شغل كهرباء مش بالمقص بتاعنا. هنقص جزء زي كده، الجزء اللي احنا محتاجينه، تمام اهو. وهنيجي من الجنب ده نسحب السلك الكهرباء من الداخل بالشكل ده، هنفضيه بالشكل ده اهو. فضينا السلك، فضيه تماما، علشان يكون بالشكل ده اهو. ده جزء منه ودي طريقته. ده لو ما لقيتش، يعني ده لو ما لقيتش، احنا بنجيب لك تلات خيارات. يبقى المبسم السيليكون اول شيء، اول شيء وافضلهم، هذا واحد، اتنين، التاني اللي هي خرطوم المحاليل بتاع سلك المحاليل ده اللي بيمشي فيه المحلول، الجهاز المحلول اهو الجهاز، هو طبعا مستعمل مفيش فيه مشكلة لان هو مش بيتحط السن في المريض اهو. دي ودي التالتة. طيب هنقول لك برضو افضل المكسات اللي بنستخدمها للزغاليل. تعالى كده معانا الحاجات اللي استخدمناها وكلنا في بداياتنا خالص، في بداياتنا قبل ما نعرف المكس ده، كنا بنستخدم الدقيق او طحين القمح. يا ابو عزام، طحين القمح استخدمناه في البدايات خالص للزغاليل من عمر يوم. لكن طحين القمح له مشاكل، لو ما كنتش عامله خفيف جدا زي المية، او لو حتى عملته فهو بيربط في حصلة الزغاليل. فاحنا في البداية اضفنا اليه، لو حطينا معلقة من ده نحط معلقة لبن مجفف او حليب مجفف، مسحوق الحليب يعني، ده بنضيف عليه معلقة زائد معلقة من ده في البداية.
بعد كده لما وجدنا استبعدنا كل ده، لما وجدنا الميكس اللي بيتباع جاهز ده بيستخدم من عمر يوم حتى الفطام. يبقى احنا استبعدنا الاثنين دول، ما عدناش بنستخدمهم، لكن احنا عملنا الفيديوهات دي سابقا زمان يا جماعة، زمان جدا يعني من اكتر من سنة كان فيديو بالدقيق ده. لكن طبعا كل شيء بيتطور، فاحنا بنطور ده شيء قديم جدا كنا بنعمله زمان. يبقى هنستبعد برضو الحليب، لكن احنا بنقول الحاجات دي ليه؟ ربما حضرتك ما تلاقيش الميكس ده. انا بالبداية زي ما قلت لحضرتك ما كانش عندي الا الدقيق، فمن البيت ده شيء من البيت، فانا من المنزل يعني مش هتشتري كيس ده بتلاتة جنيه ما فيش منه مشكلة. كيس الحليب ده طبعا لعمر يوم، لكن ده من عمر يوم حتى الفطام. طيب هنقول لحضرتك دلوقتي ونجرب مع بعض السرنجات اللي عملناها دي وايه افضلهم في الاستخدام. هنحط الميكس بتاعنا ده، طبعا احنا عملناه كتير كلكم عارفين بنعمله ازاي. هنحط تقريبا مقدار معلقة اهو حضرتك، نضيف عليه ماء دافي. طبعا كل الحاجات دي لازم تعملها بمية دافية، مش هتحط مية باردة خالص للزغليل، خاصة الزغليل اللي هي من عمر يوم. بعد ما اضفنا المية هنجرب الزغطات بتاعتنا. وطبعا ما ننساش السرنجة العملاقة دي، السرنجة العملاقة دي 60 سنتي او 50 سنتي دي للزغليل الكبيرة. هنقلب بيها في البداية، قلب بيها الميكس بتاعنا. طبعا هي تتقلب بها. ناس كتير بيقول لي انت ليه مش بتركب لها حتة خرطوم؟ لا انا مش بركب لها، لان ده يا جماعة شوف ده طول ايه، مش محتاجة الخرطوم ده. لكن لو عايز تركب لها خرطوم مفيش مشكلة، ركب لها الخرطوم المناسب لها. بعد ما قلبناها هنجيب زغليل ونشوف طريقة التصغيط ازاي بتاعتها. نبتدي نزغط، نسحب معانا اول واحدة اسهلهم يا جماعة اللي هي بالمبسم السيليكون، واللي انا افضل بيه ازغط بيها عشان ما اكونش خايف على الزغليل اللي هي من عمر يوم. اهو بنسحب، طبعا ان بتخلي الميكس خفيف جدا. اهو الزغلول معانا، نفتح كده ما نخافش وندخل المبسم السيليكون. شوف يا جماعة المبسم ده ما شاء الله حاجة يعني اخر ارتياح. تمام، اعطينا الزغلول كمية، نعينه في اللي تحت الاهالي طبعا. ومعنا زغلول تاني، نجرب بايه؟ نجرب باللي هي بتاعة المحاليل دي. نقلب في كل مرة نقلب جيدا، بتسحب كويس. تمام اهو، وهنعطي الزغلول ده يعني تقريبا عمر يومين. بتدخل يا جماعة برضو لكن مش بسهولة المبسم السيليكون، شفت حضرتك اهو. تمام، يبقى تالت سرنجة معانا اللي هي بسلك الدش او اي سلك كهربا، اللي هو اهو سلك الدش اللي احنا قصينا منه قطعة. هنسحب برضو بعد ما نقلب ونجرب نزغط بيه. طبعا بس هو ناشف، لازم تكون بحذر شوية. اختار، حاول تختار سلك يكون طري يا جماعة، اختار، نختار سلك طري. بعد ما سحبنا في السرنجة هنجربها في التصغيط. نفتح بق الزغلول، ندخل الخرطوم ده اللي هو السلكة. تمام اهو هي بتزغط. تمام، يبقى ادينا شوية. يبقى كده احنا جربنا وعرفنا ايه الافضل في الزغطات. الافضل السرنجة اللي بالمبسم السيليكون اللي هو ده المبسم السيليكون في البداية. تاني حاجة خرطوم المحلول او الاسطرة زي ما بتقال، محلول او اسطرة يا جماعة، يا محلول او اسطرة اللي ينفع الاتنين الموجود يعني.
تمام. تالت حاجة سلك كهرباء وتفضيه او سلك دش، يبقى كده بالترتيب الافضل. طيب الافضل في التأكيل للزلاليل من عمر يوم الميكس، طبعا احنا كنا عملنا ميكس حبوب مطحونة لكن مش بالجودة بتاعت الميكس اللي هتشتري حضرتك جاهز. الحليب من عمر يوم، حليب الجاف او الدقيق اخر حاجة، احنا بنستبعد الدقيق بنخليه لاخر خيار لو ما عندكش اي حاجة، تمام. ارجو يكون عجبك الفيديو، لو عجبك الفيديو اعمل لايك واشترك في القناة لو لسه ما اشتركتش، وفعل زر الجرس علشان يوصلك باقي فيديوهاتنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.